شاء الله اللي فيه رضا والخير الله يسهل فيه وهذا معناه عرس معناه في تونس وفي الاخر معناها ان شاء الله الكل يكونوا يحبوا تونس ويعملوا من اجل تونس. والله انت باش يكون فوسي فوسا ونتصور العقل ومحبة تونس هي باش تكون معناها الحاجة الرابحة. نتصور وانه سيكون فيه وفاء. مجبور علينا ما باش نتحد وتدبر الجهود الكل باش تونس تخرج لان عندها صعوبات. ثم قضية الارهاب هي اللي هي اولوية. ثم عندنا بناء تونس معناها بناء تونس من جديد معناها شيء ضروري. واش بما كل انسان يلزمه ينتخب اول حاجه يحس روحه فرحه يحس هذه حاجه داخليه احساس. ثانيا انه لو كان ما يشوف لو كان ما ينتخبش ما يعطيش صوته صوت هو الريزلتا نتاع الانتخابات ونتائج الانتخابات وقتها يقول ما يلومش على روحه اذا كان البلاد رقدت اذا كان جاء الارهاب اذا كان ما اختارش النظام اللي هو يحبه. هذا هو المغزى نتاع الانتخابات. نستنى المرحلة القادمة أن تستقر البلاد يكون تشغيل تم الفرحة للعباد. قلت لك بيان سور جيت مادام فما اسبوار إن شاء الله تونس خير بقدرة ربي. والله إن شاء الله خير إن شاء الله خير احنا ديما نقولوا إن شاء الله خير وكا سورتو معناتها الإرهاب يتنحى معناتها أهم حاجة هذيا. إن شاء الله ديما خير وكهو.